بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. وبعد، تكملة للحديث عن موضوع التطعيمات. وموضوع التطعيمات موضوع طويل جدا، وصعب ان احنا يعني نخلصه في كلمتين كده على السريع. بعض المربين لما يجي ياخد مني تطعيم وانصحه ان هو يستعمل الطريقة الصحيحة او يطعم بجرعتين نظاميتين بالفاصل اللي هو شهر او 40 يوم او شهر ونص حسب تعليمات الشركة المنتجة وحسب نوع التطعيم، بيتهمني مباشرة اني عايز اخد فلوسه او عايز اضحك عليه وكده. طبعا هذا يعني بعض الناس عندها جهل، وبعض الناس عندها سوء ظن، وبعض الناس فعلا تعرض لموقف نصب عليه مثلا، فبيضطر يتعامل بالخلفية اللي في ذهنه. بنعذرهم اول شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني يعفو عنا وعنهم ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. طبعا النصيحة الأولى بنصحها لي إن هو ياخذ من عندي الجرعة الأولى، والجرعة الثانية يشوف أي صيدلية يمرها ياخذ منها الجرعة الثانية، حتى لا يظن إني عايز آخذ منه فلوس زيادة أو كده، أو لو مش عايز ياخذ مني التطعيم نهائيا بس يستفيد بالمعلومة. ما عندنا مشكلة نهائيا، بالعكس احنا نفرح لما واحد ياخذ معلومة صحيحة مننا ويطبقها تطبيق صحيح ويستفيد. يعني فائدة المسلمين فائدة لنا في الأول وفي الآخر. طيب، وبشرح له برضو في نفس الوقت ان هو لو طعم بجرعتين نظاميتين اليوم وعشان يمشي بطريقة مظبوطة ما بيخسر شيء، بالعكس يعني هو بيوفر فلوس بس على المدى البعيد. يعني اليوم لو عندك مثلا، بشرح له عندك 100 راس حلال وعايز تطعمها تطعيم مثلا دموي، الدموي مثلا تطعيم 100 راس الدموي الفرنسي 100 ريال، تطعمها مثلا بعد شهر كمان ب 100 ريال، صاروا 200 ريال. هو كان النظام الاول عنده بيطعم مرة واحدة كل 6 أشهر ب 100 ريال، يعني السنة أول السنة 100، نصف السنة 100، آخر السنة 100، صاروا 300 ريال. طيب إحنا طعمنا اليوم وطعمنا بعد شهر ب 200 ريال، وطعمنا بعد سنة صاروا كم؟ 300 ريال. هم نفس ال 300 ريال الأولى، وبالعكس أنت أخذت مناعة صحيحة تعطيك سنة مناعة بإذن الله مظبوطة. مش يعني حتى لا قدر الله لو انت مثلا طعمت واحدة خطأ وما استفادت، في راس واحدة بس، وده حاصل بيحصل في كل التطعيمات حتى في البشر نفسها. يعني في راس واحدة مثلا ما ضبط معها التطعيم، او واحدة مثلا جاتها ابرة وبعدين طلع تطعيم برا الجلد ما استفادت الفايدة الكبرى. عامة بتكون انت اخذت اعلى فايدة من التطعيمات، فانت صرفت 300 ريال في التطعيمتين النظاميتين والجرعة السنوية، وبتصرف نفسهم هم في النظام الخاطئ اللي عندك. تمام، هذا اول شيء. الشيء الثاني، بعد سنه بتطعم جرعه واحده بس. يعني انت طعمت جرعتين اساسيتين، طعمت بعد سنه، والسنه بعدها بتطعم جرعه واحده فقط، تصرف 100 ريال. معناها انت وفرت 100 ريال في السنه مع مناعه، مع الحصول على مناعه جيده او جيده جدا للحلال من التطعيم. طيب الشيء الثاني اللي انت استفدت منه، لما تروح للدكتور مثلا تقول انا عندي حاله فيها وفيها وفيها وفيها، وتصف مثلا وصف الدموي اللهث والحرارة المرتفعة والإسهالات والمخاطين وكذا، فيقول لك هذا دموي، تقول له مطعم مثلا من شهرين. فحتى الطريقة هذه تخلي الدكتور لو هو مثلا ما عنده يعني ثقة في نفسه أو في تشخيصه أو كذا، أو ما يعني ما قادر يعطيك تشخيص يعني كلام 100%، خليه يشك في المعلومات اللي هو عنده أو العلم اللي عنده بسبب إنك أنت قلت له مطعم من شهرين. فده برضو يعني بيغبي عليك وعلى الدكتور ان الإصابة عندك دموي، هي فعلا دموي. تمام، فدي الفائدة الثانية من التطعيمات الصحيحة، انك انت مطعم دموي بطريقة صحيحة، خلاص ما بيجيك اصلا الشيء ده النهائي. لكن لو ما مطعم صح وتروح تشتكي انك عندك دموي، الدكتور يوصف لك دموي، يعني انت تعطيه مثلا اعراض الدموي، يوصف لك ان هو دموي او يشخص لك ان هو دموي، انت ما تقتنع بتشخيصه، تروح لدكتور ثاني يقول لك هذا برمح، هذا مثلا ديدان، هذا كذا هذا كذا، هذا معوي، تتلخبط، تاخذ علاجات خطا، تشخيصات خطا، تدق علاجات خطا، تاخر الحاله خطا. يعني احيانا بعض الناس يعطي علاجات 4 5 ايام وبعدين يجيب الحاله الدكتور يكون الحاله انتهت امرها تماما. فده يعني دي اقل الفوائد من التطعيمات الصحيحه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.